التحكيم الدولي، وكاين مخالفات في القانون الواجب التطبيق على هذا التحكيم، وقد يؤدي الى بطلان هذا المقرر. كما هناك اثار مترتبه عن بطلان هذا المقرر التحكيمي في النزاعات الدوليه، وكيف يمكن تصحيح هذه اوجه القصور. اجل 6 أيام، القانون الجديد تسليم 6 أيام، اذا 15 يوما. اذا الحكم التحكيمي الذي كتب الطرد المحكمه المختصه. لكن لم يرتب اي اثر على عدم ايداعه داخل الاجل القانوني. والحال انه حينما يتم رفع تدييل حكم التحكيم بصفه مفيديه، التدييل يتم رفض هذا التدييل لانه خارج لانه لم يتم ايداع هذا الحكم التحكيمي بخلاف الطعن البطلان. انه ربط الاجل تاع 15 يوم تحت طائله عدم القبول. انا خبير قضائي بالترويضه، والخبره ديالنا كتعتبر كيعدها المجتمع للاستئناس فقط. هذا سؤال بالنسبه لي غير مفهوم. عربي عيد سليمان، كاتب العام للمركز الدولي للوساطه والتحكيم للرباط. اللقاء ديال اليوم بطبيعه الحال تيدخل في اطار استئناف المركز البرنامج ديالو ديال سنه 2024، وهذه الورشه ديال اليوم فيها نقاش متعدد اللي تيتعلق بالمدونه الجديده ديال التحكيم ومستجدات ديال التحكيم في هذا المجال، وكذلك العوائق التي تعترض التطور ديال التحكيم، سواء التحكيم الدولي او التحكيم الوطني. والمركز بطبيعه الحال سنه 2024 عازم على تنفيذ برنامج مهم، خاصه في مجال تكوين المحكمين، اللي غادي تكون هناك واحد البرنامج اللي غيدوم تقريبا واحد مده طويله، غادي ينطلق في الايام القريبه ان شاء الله. سعيد النووي، قاضي بالمحكمه الابتدائيه بسلا، استاذ زائر بكل الحقوق بكليه العلوم والقانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه بالدار البيضاء عين السبع. فيما يتعلق بموضوع هذه المداخله اليوم، شرفنا بدعوه كريمه من السيد رئيس مركز الوطني الدولي للوساطه التحكيم لمناقشه المستجدات المتعلقه بالتحكيم حسب القانون الجديد 35/17. موضوع المداخله تقدمت بها اليوم حول الحكم التحكيمي بين النفاذ والصحه والبطلان، تطرقت فيها الى الفرق بين المقرر التحكيمي الصادر بالمغرب او الداخلي، وكذلك المقرر التحكيمي الصادر خارج المغرب او المقرر التحكيمي الدولي لكنه بداخل المغرب. الفرق بين هذا وذاك فيما يتعلق بالبطلان من عدمه والاجراءات المصدريه، وكذلك الدفع بعدم القبول، وتطرقنا الى هل الامر يتعلق بعدم قبول الدعوه ام عدم قبول الطلب، ثم اشفعنا ذلك بما يتعلق بالعمل القضائي المغربي والدولي المقارن، على اساس ان العمل القضائي هو الذي ينفخ الروح في المواد القانونيه. وكانت هناك إطلالة على قرار محكمة النقد الحالي، والآن قد يعمر سنتين، يعود العام 2022 في قضية معروفة بجميع جغرافيه، ولا داعي لكي ندخل في التفاصيل. ثم لقرار محكمة النقد المصرية حول قضية ميناء دمياط، ويتعلق الأمر بما إذا كان للمحكم أن يفصل في التعويض عن فسخ العقد الإداري والذي يختلف عن العقد المدني بشروطه. وافتتح المداخلة افتتحتها بتعريف للحكم التحكيمي، وكان لي شرف أن أقتبس من حكم محكمة النقد الفلسطينية حكما رائعا جدا، هو فقهي وقضائي بامتياز، يتحدث عن إشكالية رفض أحد المحكمين التوقيع على القرار، وقال أنه يمكن تصحيحه إذا تمت المداولة على وجه صحيح، وأشير في القرار التحكيمي إلى أسباب امتناع المحكم التوقيع، ولكن الأمر يتعلق بالتحكيم الجماعي بشروطه الثلاث، وأن تكون المداولة على وجه القانوني، وأن يشار في القرار التحكيمي إلى سبب الامتناع، وأن يكون صادرا وفقا لحق التحكيم أو شرط التحكيم، بخلاف لو كان التحكيم مفرديا. كما استمعنا إلى مداخلة السيد الأجلاء الدكتور من كلية العلوم القانون الاقتصادية والاجتماعية بكلية القراءة، وكذلك الأستاذة أم الود مريم محامية، وكذلك عضو المكتب التنفيذي لهيئة الأولى لجمعية المحامية بالمغرب، وكذلك أستاذ جامعي آخر، وأعتقد أستاذ باحث ربما أو محامي أو أستاذ زائر أو طالب بكلية الحقوق بكلية القراءة. هذه هي حق فرصة لكي نتدارس جميعا بصفتنا قضاة أو محامين أو أساتذة جامعيين
التشريع المغربي نقاط قوته وضعفه. أتمنى من الله تعالى أن تعاد مثل هذه الندوات، وأتمنى أن يستعيد المشرع عافيته، وقد أحسن صنعا حينما جاء هذا القانون في انتظار إخراج مشروع القانون الآخر المتعلق بقانون الوسطة والتحكيم. شكرا لكم. أستاذ منير فليفا، أستاذ قانون الأعمال بالكلية المتعددة التخصصات بتازا جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. اليوم نحن بصدد الحديث على موضوع مهم جدا للغاية، موضوع وطني، موضوع الذي أكد صاحب الجلالة على ضرورة الإقلاع به، ألا وهو التحكيم والوسطة الاتفاقية، إذ أن جميع الخطب الملكية تؤكد على هذا الموضوع، بدءا بخطاب 2009 الذي شدد جلالته على ضرورة الإقلاع بمنظومة التحكيم والوسطة الاتفاقية، إلى آخر خطاب أمام نواب الأمة بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الماضية، حيث أكد على ضرورة ربط الاستثمار على المستوى الوطني بتطوير وتجويد نظام التحكيم والوسطة الاتفاقية. هذا الموضوع نحن اليوم بصدد دراسته من خلال القراءة من قراءة القانون 95-17 الذي هو بمثابة طفرة نوعية للتشريع المغربي في مجال الوسائل البديلة لحل النزاعات. كما يعلم الجميع فالأساس التحكيم والوسطة هو الاتفاق، مبدأ سلطان الإرادة، اتفاق الأطراف على اللجوء إليه، وبالتالي هنا تصعب المهمة من أجل إقناع المجتمع ككل، فاعلين أشخاص ذاتيين ومقاولات وشركات من أجل اللجوء وإلى التحكيم بدل اللجوء إلى القضاء، لأن التحكيم كما يعلم الجميع يضمن لهم السرية والسرعة والتكاليف أقل من القضاء. وبالتالي هذا القانون جاء بمجموعة من الحسنات، مجموعة من المقتضيات التي تخدم بشكل كبير اللجوء لهذه الوسيلة، وسيلة التحكيم لفض النزاعات بين الأطراف المتنازعة في المجالات ذات الطابع المالي والمدني والتجاري. وبالتالي لابد أن نقول أن هذا القانون جاء لتغيير مجموعة من الهفوات التي وقعت في إطار القانون 0205، من ضمنها أولا الحد من تلك السلطة الرقابية للنيابة العامة من خلال مجموعة من المقتضيات. أذكر على سبيل المثال مسألة تصريح المحكمين لدى رئاسة النيابة العامة بمحكمة لدى وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، وهو جزء من الرقابة. الآن في إطار هذا القانون الجديد المشرع المغربي حاول إخراج ذلك الأمر بسن مقتضى قانوني داخل القانون 95-17، ألا وهو أن يكون هناك في مستقبل إن شاء الله القريب، ووزارة العدل قيد إعداد مشروع لقانون أو مرسوم ينظم مهنة التحكيم بالمغرب لكي يسهل الولوج. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.